اهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هن، والنهارده ان شاء الله نعمل لكم حلويات تعجبكم وتنول رضاكم. اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، وبالمناسبه دي هنعمل لاطفالنا حلويات يا رب تعجبهم ويا رب يشاركوكم في المطبخ في عملها. اول حاجه هيكون البسكوت الابيض والاسود، وهنعمله على شكل حيوانات تعجب الاطفال. وتاني حاجه هيكون البودينج الملون. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الحلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بكم. نعمل اول وصفه وهي البسكوت الابيض والاسود. ومقادير البسكوت هتكون 1 كوب زبده، 50 جرام كريم تشيز، 1 كوب سكر، 1 صفار بيض، 1 معلقه صغيره فانيليا، نص معلقه صغيره روح اللوز، 1 معلقه صغيره بشر ليمون، 3 اكواب دقيق، 1 معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره ملح، وربع كوب كاكاو. ودلوقتي هنحط المقادير كلها مع بعض ما عدا الكاكاو ده. لما العجين هيكون هنقسم العجين نصين وهنحط الكاكاو مع نص العجينة. اجيب معلقة البسكوت ده، سهل خالص. وبيحافظ على شكله لما بيدخل الفرن، وعلشان كده بنقدر نعمل منه أشكال، وبتفضل الأشكال زي ما هي لما بتتخبز. ودلوقتي هنعجن كل حاجة مع بعض. اوكي، هي ممكن تحتاج شوية مية. منكترش. اوكي، وكده وصلت لدرجة ان هي لما نضغط عليها هتبقى تمسك نفسها، فكفاية كده على العجينة. زي ما احنا شايفين العجينة اللي احنا هنسميها أبيض، زي ما احنا مسمينها بسكوت الأبيض والأسود. هذه العجينة البيضة هناخد نصها وهنحطها بالشكل ده. وبعدين هنجيب الكاكاو وهنحطه مع بقية العجينة ونخلطها ونقلب. طبعا لان احنا زودنا
لان احنا زودنا مادة جافة زيادة اللي هي كاكاو. ممكن نزود شوية مية صغيرين خالص علشان نعادل المادة الجافة اللي احنا زودناها. اوكي كده الجزء الثاني كمان خلاص. وهنحطه دلوقتي. جنب. هناخد ورقة تانية من ورق الزبدة هنحطها فوقهم. هنبتدي نفردهم. وبعدين نفردهم بالعرض كمان. نفرد العجينة البيضة كمان. اوكي. هنجيب أشكال عندنا. طبعا ممكن أي شكل احنا نحبه. ممكن حتى نقطع أشكال بالسكينة لو عايزين. مش لازم يبقى عندنا قطعات كده. هنبتدي بشكل الفراشة. هنقطع فراشة بالشكل ده. عندنا كمان أرنب.
ده هنعمل بيه خروف، وعندنا بطة، وهنبتدي نعمل للبطة جناح بقطعة ورقة شجر، نحط لها جناح، وبعدين ناخد حتة صغيرة خالص ونعمل لها عين، بالنسبة للخروف هنحط له ادي الوش بتاعه، وهنحط له ودنين، وبعد كده هندخلهم الفرن على 120 على 180 أنا أسفة، لحد ما الحروف بتاعتهم تبقى ذهبي، لكن العجينة البيضة هتفضل لسه بيضة برضو من النص، الحروف بس هي اللي تبقى ذهبي، وده هيقعد حوالي من 10 لـ15 دقيقة بالكتير. ودلوقتي نجيب البسكوت الجاهز ونقدمه مع بعض، وده بيبقى شكل البسكوت بعد ما بيطلع من الفرن، و يا رب تجربوه ويعجبكم، وإن شاء الله الأطفال كمان يعجبهم وهم كمان يساعدونا في عمله. ودلوقتي نطلع فاصل وأشوفكم بعد الفاصل عشان نعمل مع بعض تاني وصفة في حلقة النهاردة. أهلا وسهلا بكم، نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي البودينج الملون. والبودينج الملون زي ما احنا شايفين مكون من 5 أنواع من أنواع العصير، وإن شاء الله يا رب يكون مفيد للولاد وكمان يحبوه. مكون من كوب عصير توت أحمر، وكوب عصير كيوي، كوب عصير برتقال، كوب عصير جوافة، وكوب عصير أناناس. وكل عصير من دول هيكون معاه 2 معالق نشا وربع كوب سكر. هنبتدي بالتوت الأحمر، وهنخليه يغلي على النار، وهناخد السكر والنشا ونلخبطهم مع بعض. هحتاج بس بول أكبر عشان أعرف أقلبهم مع بعض كويس. ولما بنقلب السكر والنشا مع بعض بالشكل ده مش بنحتاج ندوب النشا في مية ساعة قبل ما نضيفه لأي سائل، ده بيخلي النشا يدوب على طول في السائل اللي احنا هنضيفه له ويتخنه من غير ما يعمل اي كلاكيع. فكده خلاص النشا والسكر اختلطوا كويس، واول التوت ما يغلي هنضيف عليه النشا ونقلبه بالوسك، وكده هيكون عندنا أول نوع من أنواع البودينج. بجيب الكوبايات
هحط الكيوي برضو يسخن. اوكي خلاص هيبتدي يغلي، ودلوقتي هحط السكر والنشا وعلى طول ابتدي اقلب. هنلاقي ان هما دابوا على طول والنشا ما بيعملش اي كلكعة بالطريقة دي، واللون الاول بيبيض شوية وبعدين بيرجع يبقى شفاف وأحمر تاني. يبقى ادي أول نوع من أنواع البودينج اللي هو التوت كده. خلاص نجيب الكيوي نحط السكر والنشا، بنقلبهم مع بعض بنفس الطريقة. لما نتأكد انهم دابوا كويس او اتخلطوا كويس مع بعض والكيوي اهو ابتدى يغلي، هنحطهم على طول ونقلب. زي ما احنا شايفين بيدوب على طول، بيبيض في الاول وبعدين يرجع يبقى شفاف وبيتخن على طول، ويبقى ادي تاني نوع من انواع البودينج. وما نضلش نقلب كتير، لان لما بنقلب كتير على النار النشا يرجع تاني هيخف وهيرجع تاني ملوش تأثير قوي، ويرجع البودينج بتاعنا يبقى مياني. فالنشا ما بيحبش ان هو يقعد على النار مدة طويلة، فأول ما نقلب ويتخن على طول هنشيله من على النار علشان يفضل التخن بتاعه موجود ويدينا الملمس التخين ده اللي هو زي ملمس المهلبية اللي احنا عايزينه. الباقي كله هيتعمل بنفس الطريقة، فأنا مش هقعد أعملهم كلهم. وبعد ما الحرارة بتاعته تهدى شوية، خليني أحط دي كمان هنا، هجيب البودينج وهبتدي احطه في الكوبايات. ما كترش لان انا عندي 5 انواع من العصير، فاعمل حساب ان لسه هيبقى في 4 طبقات كمان. وما اعملش الانواع التانية غير لما النوع الاولاني يدخل التلاجة ويجمد، بعدين اعمل النوع التاني واحطهم فوق علشان الالوان ما تختلطش ببعض. اوكي انا مفروض ما كنتش اعمل ده دلوقتي، انا بس حبيت اوريكم نعملهم مرتين مع بعض، لكن دلوقتي دول مفروض يدخلوا التلاجة لحد ما يجمدوا خالص، بعد كده اعمل تاني نوع وبعد كده احط تاني طبقة وهكذا لحد ما اخلص ال5 انواع من البودينج. فاشيل دول واجيب الجاهزين من التلاجة ونقدمهم
مع بعض. وده بيبقى شكلهم بعد ما بيقعدوا في التلاجة بيجمدوا، وبنحطهم طبقة طبقة بعد ما بنعملها. ومتهيألي هيعجبوا الأولاد إن شاء الله، لأن مش بس لونهم حلو طعمهم حلو، وكمان الأولاد هيتبسطوا بالألوان بتاعتهم، وأكيد هيتبسطوا لو ساعدونا برضو إن هم يعملوهم. ممكن نخليهم بعد ما يبرد خالص علشان ما يبقاش سخن عليهم، إن هم يساعدونا نرص الطبقات واحدة فوق التانية. وكل سنة وانتم طيبين، وحج مبرور اللي هيطلع الحج، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله إن شاء الله.